وللحديث عن الانتخابات التشريعية الجزائرية قبيل إعلان النتائج الأولية وموقف الشارع منها، معنا من إسطنبول عبر سكايب عبد الله الرافعي الصحفي الجزائري. أستاذ عبد الله، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. أولا، في لمحة سريعة، كيف تقيم ما جرى حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالانتخابات بالجزائر؟ مسخرة وعار وإصرار على تكريس حالة الاحتقلال بالنسبة للعصابة الحاكمة، وحالة يعني من الصمود والمقاومة، حالة أسطورية سيقف التاريخ عندها طويلا. كل ما حدث هو شوط ثالث في الثورة المضادة التي باشرتها العصابة الحاكمة منذ انتخابات ما يسمى بانتخابات الرئيس الرئاسة في نهاية عام 2019، ولم يحدث شيء. والأهم حاجة في الموضوع، أهم شيء في كل هذا، أن الجزائريين ماضون في تقرير مستقبلهم وتقرير مصيرهم، ولن يعودوا أدراجهم إلا بتحقيق ما خرجوا لأجله يوم 22 فبراير 2019، والذي دبجوه تحت عنوان بديع يتنحوا قاع. طالما لم يتنحوا قاع، لا تهم الجزائر الجزائريين انتخاباتهم ولا مناوراتهم البائسة، أقول لك خليني البائسة، والفشل الذريع والآليات والألعاب المتخلفة التي يواجهون بها إرادة شعب في التحرر. إلى أي مدى يضع عدم إعلان النتائج الرسمية أو الأولية مباشرة علامات استفهام على مصداقية هذه الانتخابات؟ ما من علامات استفهام، كل ما في الأمر أنهم كانوا سابقا يصدرون النتائج حتى قبل فرز الأصوات، لأنهم كانوا يقومون بما يسمى التكويت أو سياسة الكوطة القبلية، بمعنى أنهم قبل منذ تعيين تاريخ الانتخابات سيكون كل كوطته. الوطنيون أو الوثنيون عندهم نسبة معينة، والديمقراطيون أو الديمقراطيون عندهم نسبة معينة، والإسلاميون المزيفون أو اليفوز إسلاميست عندهم كوطة معينة. فبالتالي كانت العملية شكلية والفرز شكلي. أنا شخصيا لما كنت في الجزائر كنت أحضر وأشاهد هذه المساخر، ففيما أنا نكون واقف مع لجنة فرز الأصوات وعلى الشاشة تلفزيون مقابلنا يصدر نتيجة كذا بالنسبة كذا في ولاية كذا، يعني كانت الأمور الكوطة قبلية. أما الآن فالكوطة بعدية، لا يعرفون، لا زالوا لم يصنعوا تقييما جديدا للخارطة السياسية في البرلمان. فبالتالي على مدار اليومين 24 ساعة الماضية كانت فيها عملية ولاءات متبادلة، ولهذا بناء عليها ستنتج عملية النتائج. فبالتالي أيهما أكثر ولاء للعصابة وأكثر خيانة لشعبه ودينه وأمته ينال تبعا لذلك الكراسي أو حصته من كراسي البرلمان. نعم. فبالتالي من الطبيعي أن يتأخروا في عملية إعلان النتائج، ولا أقول فرز لأنه ما فيش عملية فرز أصلا. أها. طيب، حركة السلم المجتمعي حذرت من تغيير النتائج بعد حديثها عن تقدمها، ماذا لو حدث ذلك؟ ما الضمانات لعدم حدوث هذا؟ شوف، منذ انقلاب 92 الذي كان الهدف منه الانقلاب على الفكرة الإسلامية والمشروع الإسلامي، استعين بحركة مجتمع السلم لتكون شاهدة زور في كل العمليات الانتخابية. ما من عملية انتخابية حدثت على يعني منذ انقلاب 92 إلى يوم الناس هذا إلا وباركته ودعت إليه حركة مجتمع السلم، وبعد النتائج بساعات قلائل يخرج رموز حركة مجتمع السلم يندبون حظهم ويقولون أننا تعرضنا للتزوير، مع أنهم كانوا يدعون إلى الانتخابات ويعطون ضمانات لا يملكونها بأن الانتخابات ستكون نزيهة. وهذه المرة لا أظن أنهم سيشذون عن القاعدة، طالما يعني شتنا حركة مجتمع السلم تدعو إلى الانتخابات، واليوم كعادتها دائما تخرج وتقول أننا أصحاب الأغلبية وأننا تقاسمنا الأغلبية مع حركة حزب جبهة التحرير، وسترى بعد الانتخابات بعد عملية الفرز سيخرج، ويعني أعدك ممكن حتى تستدعيني بعدها لنناقش هذا الموضوع، وسترى يعني حركة مجتمع السلم أو حركة
المنافقين السفهاء كما يسمونها في الجزائر، سيخرج علينا أنصارها وإطاراتها يذرفون دموع التماسيح ويقولون غشونا وفعلوا بنا الأفاعيل. يعني الأمر متوارد. ماذا عن المجتمع، ماذا عن المجتمع والشارع الجزائري؟ ما مدى رضاها عن هذه الانتخابات؟ هذا هو أهم في الموضوع. أنا بالمناسبة وأنا أحدثك يحضرني منذ 3 أيام قرأت مقالة تحليلية رصدية لأحد الخبراء الفرنسيين الأكاديميين الفرنسيين، يقول أنه في هذا الشهر شهر جوان أو كما تسمونه حزيران ستقام 3 انتخابات محورية في 3 دول عنوانها العام انتخابات ديمقراطية بلا ناخبين، وهو كان يقصد الانتخابات في الجزائر وإيران وسوريا. بربك ألا يكفي هذا للاستدلال على أن الوضع السياسي والخارطة السياسية في الجزائر لا تختلف عن سوريا ولا عن إيران؟ نعم. طالما أنه يعني أصبحت الجزائر النظام الجزائري والنظام السوري والنظام الإيراني أصناء أو أشباه، فهذا دليل دامغ على أن التخلي عن الثورة خيانة لله ورسوله وللمؤمنين. نعم. طيب العفو الدولية قالت إنه الجزائر تشهد تصعيدا مروعا لقمع الحريات مع الانتخابات التشريعية، كيف يتفق ذلك مع ما يقوله الرئيس والحكومة الجزائرية من حقوق إنسان وغيره؟ أولا الرئيس يمكن أن يكون أسوأ شخصية أو الشخصية التي تقف في أحرج موقف في الجزائر كلها بين 45 مليون جزائري، لأن الشعب الجزائري يعرف مراده ويضحي لأجله وهو الاستقلال. العصابة الحاكمة أيضا وصقورها الكبار من القطط السيماني والفاسدين وعملاء فرنسا يعرفون ما يريدون ويبذلون في سبيل ذلك الغالي والنفيس. أما تبون هو الذي أصبح في موقف حرج، لا يحجز مكانة له بين المجرمين والخوانة، لأنه مجرد آلية تافهة بيدهم، وفي أحسن الأحوال ناطق رسمي باسم الأوليغارشية العسكرطارية، وهو يعني يقابل المقت والكراهية من قبل الشعب الجزائري، لأنه كان الآلية التافهة الحقيرة التي حرمت الجزائر من استقلالهم في أعقاب ثورة 22 فبراير. فبالتالي العصابة الحاكمة بادرت منذ دخول شهر جوان شهر حزيران هذا إلى اعتقال رموز الحراك وأبطاله والزج بهم في السجون. لا يكفي أن أقول لك أنه عندنا الآن أكثر من 225 معتقل، بينهم 80 معتقل مضربين عن الطعام. علاوة على ذلك هناك ما لا يقل عن 2000 هارب جاري البحث عنه من أحرارنا الشرفاء. ثم قبل بداية الانتخابات كان لابد لها أن تسلط الأضواء الإعلامية على العمل الانتخابية، فاستدعت القنوات الإعلامية وعلى رأسها قناة الجزيرة، وليكفها ذلك العناء عمدت إلى اختطاف الشخصيات ذات السمت الإعلامي وقضت على اللعبة. أستاذ عبد الله الرافعي، نعتذر لضيق الوقت، الصحفي الجزائري كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول للحديث عن الانتخابات الجزائرية.